أهلا بيكم. في عندي دايما ثلاث أخطاء. أخطاء الإنسان العادي، الإنسان اللي ما عناش أي شيء في حياته قبل كده، شيل تقيل، تهور، حركات بهلوانية غير محسوبة، تعامل مع الظهر بطريقة في منتهى الخطورة والخطأ والتهور. ده كان طبيعي في يوم من الأيام، كان كويس، زي ما هنشوف دلوقتي ناس بتعمل حركات. يا جماعة، بقت حب الحركات البهلونية وشيل التقيل والحركات الغريبة بقى كارثة، بقى شيء بيحيط بالإنسان. أهو دي حاجة يعني كارثية، زيها زي الترمبولين، زي طبعا هنا النط بقى. شوف النطة، يعني مش ممكن، مش في منتهى الخطورة. وقعد يقول لي بس متأمنة. متأمنة فين يا عم؟ متأمنة فين يا سيدي؟ في منتهى الخطورة الحاجات دي. وطبعا النزلة هنا مهما كانت الحكاية تحت في ايه موجود وايه اللي ماسك وبتاع، طبعا في منتهى ده دي غالبا خلاص. يعني حتى لو وقع على حاجة ناعمة جدا وفيها بروتكشن كامل، في سايد افكت خطير جدا. الهواء نفسه على فكرة خطر. كلنا تابعنا حادثة لشاب في السوشيال ميديا، الولد صحابه لعبوا معاه لعبة وتسببوا لهذا الشاب الغلبان في شلل رباعي. الولاد مجرمين والولد أخطأ في حق نفسه إذا كان عارف اللعبة، إذا ما كانش عارفها فهم أولاد مجرمين بمعنى الحرفي. وخلينا نقف قدام نقطة مهمة قوي، وأهليهم كمان مجرمين. ليه؟ لأنهم ما ربهمش. لأن أنا لازم من أسس التربية لأولادي أخد بالي جدا من اللي حواليا، ما ينفعش أضر حد، ما ينفعش اهزر هزار فيه خطوره مع حد، ما ينفعش اهزر هزار فيه اهانه لحد. الحركات اللي منتشره على السوشيال ميديا، اتنين يقفوا جنبك ويقولك نط لفوق ويروحوا واخدين رجليك مطيرينها ويوقعوك، ويبقى في حد بيصور ويضحكوا الناس عليك، ده شغل اجرام. لان ده هيسبب، أو هو بالفعل ما احنا شفنا الولد الغلبان اتشل نتيجة إجرام أصحابه وإجرام أهل أصحابه، يعني إجرام في التربية. فخلي بالنا من هذا الكلام. ده نوع من الأخطاء. في أخطاء تانية من المريض، المريض يجي له انزلاق غضروفي ويتأخر في العلاج، ده أخطاء. يروح يدور على حد مش متخصص، ده خطأ. انه يلاقي اعلان لطيف جدا، علاج بدون جراحه، ينجر ورا الكلام الاهبل ده، ده خطا. في اخطاء قد تكون في اللي بيعمل التعامل بقى، اللي بيتعامل مع الحاله، انه ما يكونش متدرب بشكل كافي قوي ويقول انا هبقى الفيرست مان، انا هبقى الرجل الاول. ده غلط كبير جدا. جراح لسه ما بقاش مؤهل انه يكون رجل الاول، انه يكون مش اب تو ديت، مش جراح متطور. الناس دلوقتي بتشتغل جراحة ملاحية، وبتشتغل بالمناظير، وبتشتغل بالميكروسكوبات، وبتشتغل بأدوات كتيرة جدا تخدم العيان، ولا أنا ما تعلمتش الميكروسكوب، ما بعرفش أتعامل، ما بحبش الميكروسكوب، ما بعرفش أعمل بالمنظار. الجراحة الملاحية مكلفة، دي أخطاء. النهاردة يوم تفنيد الأخطاء مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات المخ والاعصاب، الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه. اهلا بيك. اهلا. عنواننا النهارده الاخطاء. حقيقة. وانا قسمتها ثلاثه. ماذا ترى هذه الاخطاء؟ هي الاخطاء دي بنلمسها من الخبره في التعامل مع مشاكل المرضى على مدى سنين. الخبرة والأعداد اللي بتجيلك، اللي عشان بيجيلك المرضى من كل حتة في الدنيا في العالم، بتشوف كل الناس بتفكر إزاي كمرضى وكأطباء معالجين. حقيقة حبيت إن احنا نعمل النهاردة الحلقة الجريئة دي، لأن معظم الناس بتحبش تتكلم في الأخطاء والمضاعفات، يقولك علشان احنا بندي صورة عن التخصص مش تمام. لا، ده واقع لازم نتناول
هذه المشكلة ونصحح المفاهيم الخاطئة اللي بعض الناس بتعيش بيها سنين، ويجي لنا في وقت متأخر عشان نحل المشكلة قد يكون الوقت خلاص الأوان فات. فبالتالي في مرضى بيغلطوا في حق نفسهم، وفي أطباء بيخطأوا في حق المرضى. مش هنتكسف إن احنا نقول الكلام ده، ولا هو عيب إن احنا نقول الكلام ده، لأن احنا هدفنا الأساسي هو الوعي الصحي الكامل، مش بس للمرضى ولا للأطباء اللي بيمارسوا هذه المهنة. نمشي مع بعض بقى كده خطأ. هبدأ الأول من منطقة خطأ في الأسرة. مريض يعاني من انزلاق غضروفي يقولوا له ما تروحش الجراح، ده خطأ كبير جدا. ليه؟ عشان هيقول لك جراح. ده حقيقة. وبرضو عايزين ندي للناس بعض العذر. بعض العذر بيأتي من إيه؟ من إن هو في كثير من الجراحين المفهوم عنده واسع قوي، كل حالة بيعملها عملية. عايزين نقول إن 80% أو 85% كمان من مشاكل العمود الفقري تحديدا اللي بتيجي في وقت مبكر، وحط تحت مبكر دي 40 خط، بنقدر نشخصها بدري. ولما بنشخصها بدري بنعمل حاجتين اتنين: بندي للمريض علاج، وبنقدر نجنب هذا المريض مضاعفات الانزلاق الغضروفي، ان هو يتعامل ازاي مع هذا الغضروف. في قطاع ثالث بنلاقي الغضروف عنده زي ما هو في الصوره كده خانق الحبل الشوكي، ده غضروف عنقي خانق الحبل الشوكي. هنهرب نروح فين؟ هو لو مش عايز يجي لنا هيقعد يهرب فتره، الفتره دي هيلمس فيها مضاعفات شديده جدا جدا، منها الشلل وعدم التحكم في البول والبراز وعدم الاحساس، ويضطر بعدها يجري العمليه والنتائج ما تبقاش كويسه. فاحنا هنا النهارده بنقول ان الذهاب مبكرا هيفيدك من جميع الاوجه، ولكن تحرى في الطبيب ان يكون ذو علم وخبره وامانه. السؤال او الخطا الثاني برضو بيتقال للمريض: خد يا ابني العلاج ده كل ما هتتعب هتستريح لما تاخده. ده خطأ الأطباء، وبالذات لما يبقى الطبيب ما عندوش ثقة في مكانته العلمية. دايما المريض جاي لك، معظم المرضى للأسف بيبقى جاي عايز حل يفصله هو على مزاجه، وده مش صح. دائما المريض بيخش لي بقول له هنتناول المشكلة، هنشوف حل المشكلة إيه. حل المشكلة من وجهة نظري 1 2 3، عليك أن تتقبله أو لا تتقبله، وبثقة تامة. لو المريض ده جايين يعمل عملية وهو هيستفيد من العلاج التحفظي، برجعه تاني ومشي على العلاج، وأقعد أضيع وقت كتير جدا أن أقنعه أن ده في مصلحته. والعكس، لو المريض هيتضر لو ما عملش العملية وهياخد وقت طويل جدا في مشوار العلاج، والأطباء بيدوله مسكنات هتضر الكبد والكلى ولن تجدي نفعا. أهم حاجة يا جماعة في حل أي مشكلة هو أن أنا أعالج السبب بتاعها. لو العلاج بتاعنا ده هيوصلنا لعلاج السبب في مدة معروفة، شهر 2 3، أوكي نعمل. لكن لو مش هيوصلنا للسبب ونبقى بناخده كمسكن، إحنا بنزيد المشكلة تفاقما. الفيديو بيورينا إزاي الانزلاق الغضروفي بيضغط على عصب، والعصب ده ممكن يبقى بيغذي حتة بعيدة عن الظهر، فالمريض يجيله ألم في دراعه أو ألم في كتفه أو تنميل في صوابع إيده لو الغضروف عنقي، أو يجيله ألم في رجله أو تنميل في رجله أو سقوط في القدم لو الانزلاق في الظهر، والمريض يقول إزاي أنا عندي مشكلتي في رجلي ما عنديش حاجة في الظهر، إزاي تقول لي إن عندك غضروف في الظهر وأنا مشكلتي كلها في الرجل؟ بنقول للمريض إن العصب ده زي كابل الكهرباء، الضغط عليه في الحتة دي ولكن هو بيغذي لمبة في آخر البيت، فاللمبة دي بس هي اللي هتطفى، فالغضروف ضغط على العصب اللي بيغذي الرجل، عشان كده جالك العالم في الرجل وما جاش في الظهر، هيجي في الظهر بعد مرحلة متقدمة. المريض يجي برضو للدكتور يقول له أنا ابن عمي كان عنده نفس الحالة، نام على خشب أو نام على البلاط ارتاح بعد شهر، أو راح لواحد شد له ظهره وعمل له جبيرة أو عصاية. دي مفاهيم خاطئة، لأن كل مريض مشكلته بتختلف اختلاف جذريا عن التاني. مفيش اتنين مرضى زي بعض، احنا بنختلف في المرض اختلافنا في بصمة صوابعنا.
في حاجات عامة لكن كل مريض الطبيب ذو الخبرة والمهارة العلمية بيقدر يفصل له طريقة العلاج على مقاسه بالظبط. زي الفرق لما تروح تشتري حاجة جاهزة ولما تتعمل لك الحاجة انت بالظبط على مقاسك وبذوق عالي وبتقنية حديثة، انت عايز ايه؟ انت مش عايز غير كده، فبالتالي المشكلة لا تعمم. ممكن تكون مشكلة ابن عمك ده مجرد شد عضلي او تقلص في العضلات لما ريح اتحسنت، وممكن تكون انزلاق غضروفي وخد مسكن وهيقعد سنة ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ويرجع المشكلة تتفاقم. هنا الفيديو بيشرح لنا ازاي هنعمل عملية انزلاق غضروفي في وقت مبكر جدا لمريض الغضروف تآكل ولم ينزلق. هندخل نحط دعامة مكان هذا الغضروف وهنحطها عن طريق المنظار من البطن، وبالتالي المريض ده العمود الفقري عنده هيفضل سليم مدى الحياة. ودي وسيلة بنستخدمها لما نحب نحل مشكلة مريض بدري جانا في وقت بدري جدا، وهنتجنب بقى السيناريو بتاع المضاعفات اللي مر بيه مرضى كتير جدا، وهيعيش حياته طبيعي ومش هيخس عليه حاجة، هيوطي، هيلعب رياضة، هيلعب كمال أجسام، هيلعب، هيركب عربية، هيعمل كل حاجة في حياته، لأنه عمل حاجة لطيفة جدا، إنه جه بدري قوي، تشخص بدري قوي، وسمع الكلام بدري قوي، تعمل له الحاجة بشكل صحيح، وراح لمكان متقدم ولطبيب عنده مهارة وخبرة علمية، استخدم العلم الحديث في إنه عمل له حاجة لطيفة زي كده. برضو كتير من الناس بتمشي في اتجاهات كده خزعبليه، يعني زي ادويه مسكنه دول ما بلوهمش لان هو متالم، بس هو بيبقى خدها خلاص ستايل لايف، او يعني خلاص كانها مانجمنت علاج. الشد، الحزام اللي كان في فتره من الفترات موضه بين الناس، حقن الكورتيزون اللي بدات تظهر، المجموعه المنيله بستينين دي اللي تودي في داهيه، دي كلها بتنصب على علاج العرض وليس علاج المرض. زي يا جماعة لما واحد يبقى سخن وعنده التهاب واروح مديله دواء خافض للحرارة ومضاد التهاب ومديتوش، ما شخصتش الالتهاب فين، مديتش المضاد الحيوي القوي أو المناسب، أو مديتش الدواء المضاد للالتهاب اللي هتصلح المشكلة. وبالتالي هيحصل إيه؟ حاجة من اتنين، يا إما السخونة دي كانت شوية حاجات بسيطة كده وهيخف بقى كويس، يا إما كان عنده كارثة. هنعرف منين؟ اللي يعرف ده المتخصص. مشاكل العمود الفقري عشان نحلها صح لابد من التوجه للطبيب المتخصص. الطبيب المتخصص ده أحسن حد هو جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري. مش بتحيز لتخصصي يا جماعة، كل اختراعات وعمليات العمود الفقري اللي قام بيها جراح المخ والأعصاب في المقام الأول. كل الاستحداثات الحديثة اللي احنا بنشوفها، المنظار والميكروسكوب والجراحة الملاحية، حتى الوسائل التعويضية اللي بنستخدمها في العمود الفقري، كلها من اختراعات جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، ليس تحيزا لتخصصي، ولكن احنا عشان عددنا قليل على مستوى العالم وعدد المهرة فينا اللي بيهتموا بالعمود الفقري، لان في كتير جدا من جراح المخ كل شغله في المخ، ما بيفكرش في العمود الفقري التفكير اللي هو يتواكب مع العصر ومع التقدم، فده بيدي في صورة سيئة. لكن اللي بيشتغل ويحط في دماغه انه يعمل حاجة على احدث طراز واحسن ما يكون، خلاص بقى الكلام ده بالنسبة له بقى تاريخ. انا مش محتاج ان انا امشي المريض بتاعي متلصم ومتجبس واحطه في اطار ما يعرفش يؤدي 90% من شغله بحجة انه هو عنده مرض. ازاي انا هدفي ووسيلتي وعلاجي ان ارجع المريض ده بكامل نشاطه عشان يعيش حياته طبيعي، خصوصا الناس اللي في سن، في كل السن الحقيقه. يعني الجمله المشهوره اللي انا اقولها لحضرتك دلوقتي دي بقى محتاجه حلقه لوحدها، بس لازم نبين للناس خطوره هذا المعنى اللي هو العلاج بدون جراحه. العلاج بدون جراحه ده انا شايفه جمله تودي في داهيه، لانه هي فيها نوع من أو تضليل المريض، وكأنه الجراحة عار، وكأنه العلاج بدون جراحة ده فيه ميزة عن العلاج بالجراحة، رغم أن في حالات هي جراحة قولا واحدا ما ينفعش فيها أي حاجة غير الجراحة، والحقيقة بتنقلب إلى كارثة. دايما النصاب وراء طماع. خلينا نتكلم بجرأة النهاردة،
بصراحة. المريض اللي بيطمع انه يحل مشكلته دون ان يبذل مجهود في حل المشكلة، وبذل المجهود مش بس فلوس، ممكن يبقى فلوس ويسمع الكلام ويغير اللايف ستايل بتاعه، ما يقعدش على المكتب غلط، يقعد ويتقوم يتمشى شوية، لازم يبقى فيه رياضة. الست اللي قاعدة عمالة تتخن ونص وتخن في وسطها كله وعندها تزحزح فقرات ومش عايزة لا تعمل عملية ولا تخس ولا تعيش نظام غذائي صح ولا تعيش نظام رياضي، وبتدور على واحد يضحك عليها ويقول لها حللك المشكلة في, في, في ساعة زمن، ده كلام فاضي. لكن موجود في العلم ان احنا نعمل عملية بجراحة محدودة التدخل، هو ده اللي بنعرضه، هو ده اللي بنقوله. امتى نعملها؟ لو المريض جاء في الوقت المناسب، وعادة الوقت المناسب ده بيتطلب ان المريض يجي لك بدري، تكشف، تعمل أشعة رنين، طلع الغضروف منزلق، خلاص منزلق خرج من مكانه، استحالة يتحسن بالوسائل اللي الناس بيضحكوا عليك بيها دي. لكن هتعمل عملية بالمايكروسكوب، هتعمل عملية بالمنظار، فتحة صغيرة في الجلد ما فيهاش غرز، هتفوق من العملية دي، تقوم تمشي وتتحرك من أول يوم، والأهم من ذلك هترجع تمارس نشاطك وحياتك لن تتوقف، وهتبقى شخص طبيعي تماما، تشتغل وتبقى نموذج جيد للمرضى اللي تعاملوا مع مشكلتهم بوعي تام وما استخدمش حلول مؤقتة. هذه الحلول المؤقتة قد تؤدي إلى كارثة. كم من ناس اللي عملوا حاجات زي مش عايزين نسمي نقول حقن كورتيزون وتردد حراري وكلام من ده، وحصل له شلل واضطر يعمل عملية، واضطر انه يقضي وقت اطول بعد العملية فترة نقاهة. الموضوع يستحق الوعي، يستحق ان احنا نضيء لمبة حمراء ونقول للناس خدوا بالكم. تثبيت الفقرات حتى اللي بيخوفوكم منه اهو بنعمله بطرق مبتكرة محدودة التدخل. هتفرق معاك ايه ان يبقى عندك فتحة صغيرة في الجلد سنتي او 2 سنتي وهتقوم تمشي وتتحرك من اول يوم؟ حتى لو احتجت ان احنا نركب مسامير ودعامات زي ما عملنا كده هنعملها، بس هنعملها بشكل احترافي وبنستخدم التقنيات الحديثة كلها علشان نخدمك انك انت توصل لمعدل الشفاء 100%، لان قضينا على السبب وعالجناه، وفي نفس الوقت عنا على الحاجات اللي ترجعك للمعدل الطبيعي. فبنستخدم بدائل للغضروف، نستخدم دعامة، نستخدم تثبيت، نستخدم غضروف صناعي، نستخدم عظام صناعية، كل دي وسائل تعويضية بنرجعك فيها إلى المربع الطبيعي. وكده حليت المشكلة لأنك حليت سبب المشكلة. في دايما يعني بقى المريض الأكثر ثقافة شوية اللي بدأ يقرأ يعني يقول جملة لجراحه: بلاش تعملني تثبيت، التثبيت يا دكتور قالوا لي انه بيضعف العمود الفقري. ده عين قرى شويه. ده حقيقه برضو، ودي حقيقه موجوده في المجتمع، لان التثبيت في معظم الطرق التقليديه اللي بتتعمل بيبقى تثبيت بفتحه كبيره جدا ويرص مسامير شمال ويمين قد كده، والعمود الفقري يبقى تيبس وتجبس. وحتى لما بتبقى حليت المشكله على مستوى الفقرات دي، الفقرات اللي فوق وتحت التثبيت ده بترجع بعد سنه واثنين وثلاثه تبوظ، ويحصل فيها انزلاقات غضروفيه متعدده، يبقى خرجنا من مشكله وعمالين كل شويه ندخل في مشكله تانيه. الفكر الحديث بقى اللي هو انصب على الوسائل محدوده التدخل لعمل تثبيت الفقرات اللي بنعرضه دلوقتي، هو بيحل المشكلة اللي عند المريض مع السماح لهذه الفقرات اللي اتعمل فيها تثبيت بجزء محدود من الحركة، يضمن لها انها تدخل جوه المنظومة بتاعت العمود الفقري، وبالتالي التأثير على الفقرات المجاورة اللي بنسميها adjacent segment يبقى قليل جدا جدا. حاجة تانية مهمة قوي، كل ما كان الجراح ماهر جدا في انه يدخل يعمل العملية من فتحات صغيرة جدا من غير ما يشيل عظم ويحافظ على التكوين الطبيعي للعمود الفقري وبأقل القليل يحل المشكلة، كل ما كان المريض ده بقى في النطاق الطبيعي اللي احنا بنسميها جراحة محدودة التدخل. في ناس تضحك على المرضى وللأسف أطباء يقول له ده محدودة التدخل عمل لك حاجة محدودة حل جزء للمشكلة. بالعكس، محدودة التدخل هو زي ما بقول كده، أنا عايز أدخل الأوضة دي ومعايا المفتاح، بفتح بالمفتاح وأدخل وارجع اقفل بالمفتاح الاوضه تمام، او ما عنديش المفتاح كسرت الباب. فرق كبير جدا يا جماعه. فبالتالي اللي هيحل لك المشكله
ويحلها لك صح هو الجراح ذو الخبرة والأمانة العلمية واللي عنده المهارة والتقنيات الحديثة اللي هتساعدك حتى لما يعمل تثبيت للفقرات هيبقى في 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 أبعاد العملية الحفاظ على الحركة الطبيعية للعمود الفقري. معتقد مشهور وخصوصا بالتالي عند الستات أكتر، يعني الدعامة اللي حضرتك ركبتها لي بتتحرك. ده بنشوف بقى على فكرة كمان يا جماعة، الثقافة بتاعت الجراحات محدودة التدخل لا يجب أن يتكلم فيها أو يحل مشاكلها أو يتابع المرضى فيها إلا الجراح اللي بيعملها. غلط كبير جدا أبقى مركب لك دعامة، عامل لك عملية قيمة جدا ومحترمة جدا، ولمجرد إن جالك شوية شد عضلي أو رايح تاخد أجازة من التأمين بتاعك عملوا لك أشعة وضحكوا عليك وقالوا لك إن الدعامة دي حواليها التهاب ويلا شيلها وركب مسامير. الالتهاب حوالين الدعامة لا يتم تشخيصه بهذه الطريقة، ومعظم اللي بيبان في أشعة الرنين المغناطيسي بالعلم، مش بقول كلام، بيبقى قراءات بنسميها فولس بوزيتيف، يعني قراءات إيجابية خاطئة. لأن هو عشان تركب الدعامة والدعامة تبقى في مكانها وتستقر في مكانها وتمسك الفقرات ببعضها، لابد أنك أنت بتعمل نوع من أنواع الكحت للمنطقة اللي كان فيها الغضروف بحيث تشيل كل أثار الغضروف. هذا الكحت لو عملت أشعة رنين بعد العملية قبل 3 شهور هيبان نقط بيضاء أو حتت بيضاء تظهر كأنها التهاب. حتى طبيب الأشعة اللي ما عندوش الخلفية العلمية عن هذه التقنية هيكتب لك كده في التقرير وهو معذور لأنه ما عندوش الخلفية العلمية عن إن الدعامات دي. لكن لما تيجي للعلماء اللي بيركبوا الدعامات دي وبيتابعوا المرضى وعلى مستوى العالم في ألمانيا وفي أمريكا والأبحاث بتاعتهم منشورة وموجودة وبالدليل القاطع، ما بنشخص التهاب في الدعامة بالطريقة دي أبدا. الالتهاب ده له منظومة تشخيصية، بيكون تحاليل في الدم، بيكون حاجات معينة في الأشعة، بيكون حاجات كتير جدا. خطأ مشهور جدا وفكر كده في دماغ الناس، هتعمل عملية بالميكروسكوب؟ لا، ما تعمل جراحة كاملة كده ومفتوحة وبتاع بالمنظار؟ لا، مش هيعرف يشوف منظار ايه، المنظار مش هيعمل. على فكرة مش بس في العمود الفقري، ده في أي حاجة فيها كلمة منظار لازم المريض يجي لنا نشخصه صح ونحوله صح، وإلا هنشوف بقى اللي بنشوفه كل أسبوع، يجي لي مريض عامل تردد حراري راح منه لنفسه للدكتور، والدكتور للأسف عمل له التردد الحراري منه لنفسه وللأسف خد منه مبلغ قد العملية. ده برضو نوع من الاستغلال، ما ينفعش.